السلام عليكم أعزائي المشاهدين والمتابعين وأعزائي التلاميذ والتلميذات، مرحبا بكم من جديد في قناتنا المدرسة للجميع. كتاب المفيد في اللغة العربية، المستوى الثالث ابتدائي، الصفحة 34، الوحدة الأولى، أسبوع الثالث، التطبيقات الكتابية، مجاله دائما مجال الأصدقاء. إذا عندنا درس ديال التطبيقات الكتابية. أنجز على دفتري، يعني رد فعلي كتنجز هاد الأجوبة، أحول الفعل بحسب الضمائر. أنا، يعني أنا مثلا، أنا شكون رسمته، أنت رسمت، أنت رسمتي، هو رسم، هي رسمت. دائما أنا رسمت، أنت يعني أنت شنو درتي، أنت رسمتي يعني أنت رسمت، أنت شنو درتي يعني ماذا فعلتي، رسمتي، هو رسم، هي رسمت. انا اذا لون، انا لونت، انت لونت، يعني هنا انا رسمت، اذا هنا انا لونت، انت لونت، انت لونتي، هو لون، هي لونت. اذا نحاول نكتب هذا الشيء اللي اشتغلنا عليه. انا اذا انا ماذا فعلت، انا رسمت. أنت أنت را سمجي، هو را سما، هي را ما سمج. لون أنا لون جو. أنت لون، أنت لونت، هو لون، هي لونت. إذن جوج، أكمل تحويل الفقرة. شاركت مريم في مسابقة تحدي القراءة، حصلت على المرتبة الأولى ففرحت وشعرت بفخر وسعادة. ندير هنايا شارك، إذا من شاء، إذا شاركت، إذا هنا شارك أحمد في مسابقة تحدي القراءة وحصل، هو حصل على المرتبة الأولى وشعر ففرح و شعر بالفخر. إذا نحاول نكتب هذا الشيء اللي شفنا. شارك أحمد في مسابقة تحدي القراءة وحصل على المرتبة الأولى وشعر مرتبة أولى فف... لا وفرح عفوا مرتبة أولى ففرح ف فرح وشعر بالفخر. شارك أحمد في مسابقة القراءة وحصل على المرتبة الأولى ففرح وشعر بالفخر والسعادة. أكمل بما يناسب. في مدرستنا ساحة، كيف ديرت ساحة؟ ساحة كبيرة وحجرات جميلة وحديقة واسعة وأساتذة رائعون وتلاميذ مجتهدون أو محترمون أو نظيفون أو تختاروا اللي باين. في مدرستنا ساحة، كيف ديرت الساحة؟ كبيرة وحجرات واسعة وحديقة أنيقة والأستاذات إذا في المدرسة كيكونوا شحال الأستاذات والأستاذات، نديرو مثلا جميلات والتلاميذ رائعون.
نعود في مدرستنا ساحة كبيرة وحجرات واسعة وحديقة أنيقة، الحديقة زوينة، والأستاذات جميلات والتلاميذ رائعون. يعني كيف داير التلاميذ رائعون، الأستاذات جميلات، والساحة كبيرة، والحجرة واسعة، والحديقة أنيقة. إذن هذا كيدخل ضمن الوصف أو التعبير. أعبر عن كل صورة بجملة اسمية كما في المثال: شمس مشرقة، راية. إذن كي داير هذه؟ راية ديال من؟ راية المغربي، يعني الراية ديال المغرب ديالنا، ديال الوطن الحبيب ديالنا. وهنا أزهار إذا كانت شمس المشرقة وكانت راية المغربي. إذا هنا كيفاش غادي تكون هنايا؟ كيفاش تكون هنايا؟ الزهور الجميلة، الزهور رائعة، شمس مشرقة راية المغربي، الزهور رائعة. إذا هنا حاولنا نوصف هاد الثلاثة الصور هذه أو الثلاثة الأشكال بتعبير بجملة اسمية: شمس مشرقة راية المغربي، الزهور رائعة. كيف داير الزهور؟ رائعة. كيف داير الشمس؟ مشرقة. كيف داير الراية؟ من المغرب. إذن بعد العدد هذا غادي نحبس لا فيديو ديالي أو الدرس ديالي الخاص بالصفحة 34. نتمنى تنال الإعجاب ديالكم، لنضرب لكم موعد من جديد على قناتنا المدرسة للجميع، مع متمنياتي لكم بالنجاح إن شاء الله. إلى اللقاء.